بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي سادتي، نحن وإياكم في شهر رمضان. أعظم شعيرة في شهر رمضان شعيرة الصيام. هذه الشعيرة التي لو يدرك الإنسان ما خبأه الله سبحانه وتعالى فيها من العطاء والفضل لتمنى كما جاء في الخبر أن تكون سنة كلها رمضان. لما؟ لأن الصيام يعني إن تكلمنا في فضائله يعجز الإنسان عن شهود كرم الرحيم الرحمن. يكفي من شرف الصيام نسبة الصيام له سبحانه وتعالى. كل عمل ابن آدم له، طاعات وعبادات، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. الله أضاف هذه الشعيرة على وجه الخصوص له سبحانه وتعالى، كما أنه هذا البيت مضاف إلى الحق بيت الله الحرام، فكذلك هذا الصيام مضاف إلى المولى سبحانه وتعالى. حتى يدرك الإنسان وهو يصوم كم يفرح الله سبحانه وتعالى بالصيام العبد، كم يفرح الله سبحانه وتعالى بأنه يمتنع. هو يخبر في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شرابه وطعامه، في رواية يدع طعامه وشهوته من أجلي. فأنت بتترك هذه الأمور لأجل المولى سبحانه وتعالى، إذن فانتظر كرم المولى سبحانه وتعالى. لذلك جاء في الحديث الآخر أنه من صام يوما في سبيل الله بعده الله عن النار 70 خريفة. 70 خريفة يعني 70 سنة يباعد الله بينك وبين نار جهنم عندما تصوم يوم في سبيل الله. ولذلك جاء الاستحثاث على التدرب في رمضان على مدرسة الصيام، حتى يخرج الإنسان من رمضان وعنده صلة بهذا الشهر المبارك، فتكون بالفعل سنة كلها رمضان. أسأل مولى سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن وفقوا بالصيام، فصاموا رمضان وخرجوا من رمضان وقلوبهم معلقة بصيام غير رمضان، فتأتي لنا الأيام متوالية. وبإذن الله سبحانه وتعالى سوف نذكر من فضائل الأيام ما يجعل لنا نصيب في صلتنا بهذا الصيام. وينبغي أن نفهم أن للصيام حقيقة، ألا وهو أن يرتقي الإنسان بصومه عن الطعام والشراب إلى أن يصوم عن كل ما يقطعه عن المولى سبحانه وتعالى. وهذه ثمرة من ثمرات مدرسة الصيام. وفقنا الله وإياكم بما يحب ويرضى، اللهم آمين يا رب العالمين.